We have training 5 times a week that includes both squash and English to help them become competitive squash players so they can compete in tournaments both here in Jordan and around the world. And we also want them to achieve an academic status such they can enroll in schools like King's Academy, a local boarding school here. هلا سوريا هي وضع حرب ومنيح اللي اخذوا هن فرصه من الرياضه هي عم تفرغ لهم كثير طاقات بما انه هن هون تلاقي ببلد ما بيعرفوا فيها شيء غير الرياضه غير مثلا تلاقي السكواش غير المنظمات اللي عم تهتم فيهم نحن كثير حابين انه يوصلوا لاعلى من المراتب يعني هلا نحن عم نلعب على مستوى مدينه رياضيه انا كثير حابه يلعبوا على مستوى مثلا دول عربيه مستوى عالميه يعني وصلوا الرساله انه عن جد لسه سوريا بخير انا حابه انه اطلع انا بحب الرياضه خاصة انه رياضه السكواش بحبها عشان انه اكبر وصير فيها وسافر انه العب بطولات مع العالم وارفع راس بلدي سوريا وارفع راس اهلي